طرابزون، الطبيعة الجميلة والإطلالات الساحرة والهواء النقي. مشروعنا اليوم بإطلالات بحرية رائعة جداً وتشطيبات فاخرة في منطقة بشرلي. هذا هو مشروعنا اليوم، مشروع زمرد ريزيدنس. المشروع عبارة عن بلوكين أو برجين موجود في أنماط الشقق، 3 غرف صالة و4 غرف صالة. إطلالتها البرجين إطلالة أمامية على البحر وعلى الطبيعة والمدينة، إطلالات رائعة جدا وتشطيبات جدا فاخرة تشوفوها في الفيديو في الشقة النموذجية في الفيديوهات القادمة. الخدمات الموجودة داخل المجمع، عندنا بوابة إلكترونية ونظام سيكيورتي 24 ساعة على مدار الأسبوع. من الخدمات اللي موجودة في المجمع زي ما تشايفين ممشى أطراف المجمع، بالإضافة إلى عندنا إنارات تكون جميلة في وقت المساء. أطراف المجمع أيضا موجود إنارات، وعندنا مسطحات خضراء يمدي شكل جمالي للمجمع. ومن الخدمات اللي موجودة في المجمع زي ما انتم شايفين المسبح الكبير، هذا مسبح رائع جدا، إطلالة المسبح جاي على البحر. وهذه المساحة اللي انتم شايفينها مساحة خاصة بألعاب الأطفال، بالإضافة إلى المنطقة الخضراء، مسطحات الخضراء بإطلالة رائعة على البحر. من الخدمات القريبة للمجمع، بالقرب من المجمع عندنا جامع، بالإضافة إلى سوبر ماركتات وبقالات، وأيضا ساحل بشيرلي أو الشارع الرئيسي لميدان بشيرلي العام قريب من الموقع. تعالوا مع بعض نتوجه إلى الخدمات الداخلية للمجمع، ومن ثم نشوف تفاصيل الشقة على أرض الواقع. خلوكم معنا. هذا هو المدخل الرئيسي للبناية، مدخل برقم سري. الأرضيات لو تلاحظوا رخام، ديكورات رائعة جدا. عندنا صناديق خاصة لكل صاحب شقة، صندوق بريد، وعندنا لوحة الإعلانات، يعني مثلا إذا يكون في شيء من مسؤول المجمع، اسم المجمع زمرد ريزيدنس. في عندنا مصعدين في البناية، مصعد جهة اليسار، يعني في كل دور في شقتين، 4 شقق، شقتين 4 غرف صالة وشقتين 3 غرف صالة من الجهة اليسار وجهة اليمين. تعالوا مع بعض نشوف الخدمات الداخلية للمجمع، ومن ثم نشوف تفاصيل الشقة. الخدمات اللي موجودة في المجمع عندنا الغرفة، هذه غرفة مسؤول المجمع يونت مودسة، مسؤول للمجمع ككل عن العائدات و الأجر اللي يدفعوه أصحاب الأملاك. عندنا الغرفة هذه غرفة خاصة بطاولة التنس، يعني منطقة رياضية أيضا. عندنا المخرج، هذا مخرج للمواقف المغلقة، بالإضافة إلى عندنا صالة خاصة بالفتنس في هذا المكان، أصفر صالونة راح يكون مجهز بأجهزة رياضية كاملة. تعالوا مع بعض نطلع للشقة نشوف تفاصيل الشقة على أرض الواقع. وصلنا يا جماعة الخير الشقة النموذجية، الشقة 3 غرف صالة، مساحتها 193 متر مربع. مدخل الشقة من هنا، لو تلاحظوا استخدامهم للأبواب وأرقام سرية للباب، يعني موجود عندنا مفتاح ورقم سري لباب الشقة، يعني في
في العادة اللي بنشوفها إحنا بس مفتاح، هنا موجود مفتاح ورقم سري. تشطيبات المجمع هذا والإكساء درجة عالية من الجودة. يمينا هنا أو يمين المدخل على طول عندنا انترفون بشاشة كبيرة، شيء جميل واضح، لوحة المفاتيح، وعندنا دولاب خاص بالأحذية والعبايات، دولاب مميز، ألوان راقية جدا، والجودة والديكورات متناسقة جدا مع ديكور المجمع ككل. أرضيات المطبخ والممرات جاي قطعة كبيرة من الرخام المربل. لو تلاحظوا سقف الممر والمطبخ والشقة ككل عندنا ديكورات سقفية راقية جدا مع سبوتلايتات جدا رائعة. تعالوا مع بعض يسارا نتوجه إلى المطبخ. عفوا، المنطقة اللي أنا متواجد فيها الآن منطقة السفرة. الشقة ككل مرتب فيها أو راكب فيها ورق الجدران الفاخر، يعني الممرات والمطبخ والصالة والغرف كلها مرتبين أو مختارين ورق الجدران بنوعية جيدة وإتقان. منطقة السفرة زي ما قلت لكم منطقة كبيرة وراقية. عندنا المنطقة هذه نقدر نحط فيها دولاب خاص بالتلفزيون وفي تمديدات خاصة بالتلفزيون، لها مخرج للبلكونة. المنطقة هذه مخرجين من منطقة السفرة ومنطقة المطبخ، بالإضافة إلى الصالة نشرحها لكم البلكونة من جهة الصالة. تعالوا شوفوا مع بعض المطبخ، الرخام، الدواليب، ألوان الدواليب ونوعية جدا فخمة وراقية، يعني هذا الشيء مميز. أماكن الأجهزة الكهربائية من ميكروويف وفرن والطباخ والشفاط ومكان الثلاجة، كل شيء راقي في هذا المجمع، يعني جودة عالية جدا. زي ما قلت لكم نشرح البلكونة من جهة الصالة. تعالوا نكمل تفاصيل باقي الشقة. حتى لو تلاحظ هنا كمان أيضا حاطين أرفف، يعني معطي شكل جمالي أكثر. نطلع من منطقة المطبخ نشوف الصالة إيش اللي موجود فيها. حاليا أنا متواجد في الصالة. لو تلاحظوا تمديدات المكيف أو السبلت، وحدة التكييف موجودة في الصالة. الغرف الثانية سهل يكون التمديدات تبعها على أساس أن البلكونة الخلفية جدارها متقارب للغرف. أرضيات الصالة جاية بخشب وألوان هادية وحلوة متناسق مع منطقة التلفزيون. لو تلاحظ منطقة التلفزيون حاطين ديكور خشبي راقي جدا ورائع مع إنارات ليد مخفية في منطقة التلفزيون، بالإضافة إلى الديكورات السقفية لو تلاحظوا إناراتها مخفية وجاي ألوان خشبية متناسقة مع منطقة التلفزيون اللي هي وحدة التلفزيون. في عندنا واجهة أمامية رائعة جدا على البحر، إطلالة خيالية مع واجهة زجاجية نوافذ فرنسية ذات جودة عالية ودبل جلاس على أساس يكون يمنع الصوت من الإزعاج. نتوجه إلى البلكونة نشوف تفاصيل البلكونة اللي شرحت لكم سابقا من المطبخ. هذه البلكونة اللي شرحته سابقا أنها مشتركة بين المطبخ ومنطقة السفرة والصالة. لو تلاحظوا مساحتها جاية مترين في 6 متر تقريبا. أرضياتها جاية بلون خشبي بس سيراميك، يعني لو تلاحظوا ممكن في الصورة يبين كأنها باركيه بس هي لا، هي سيراميك على لون الباركيه. مركب في كل المشروع الزجاج مانع للصوت ومانع للبرودة والحرارة. لو تلاحظوا جاي شفت اللي هو دبل جلاس، يعني مزدوج الزجاج، انه زجاجين، ونوعيتها نوعية فاخرة ونوعية يعني ذات جودة عالية جدا.
من يوم ما نسكر ما نسمع ولا صوت ولا أي شيء، لها فتحة من هنا وفتحة من الجهة الأخرى. حاطين هنا كمان شيء مميز، أنه تدفئة، لو تلاحظوا أنه الدفاية موجودة شكل جمالي، وبالإضافة إلى أنه في تدفئة موجودة يدينا تدفئة خاصة كاملة لمنطقة البلكونة، ديكور حجري، ديكور حجر طبيعي، وفي تمديدة خاصة للتلفزيون أيضا موجودة. ما ننسى أيضا أنه هذا الإطلالة الرائعة الجميلة الخيالية، إطلالة البحر، ما يميز المشروع ككل، أنه الشقق إجمالا إطلالاتها كلها جاي هذا الإطلالة، إطلالة البحر والطبيعة والمدينة، يعني شيء خيالي، شيء رائع جدا. ما ننسى أيضا أنه موجود إنارات للسقف وسبوتلايتات، ممكن شغلناها، أنه جدا رائعة في الليل وفي النهار. وحتى موجود هنا دواليب خاصة مجهزة بالكومبي، أنه إذا وصل أعتقد موجود في منطقة بشيرلي الغاز واصل، فيكون مركبة وجاهزة للجهاز الكومبي اللي هو سخان. كذا أعطيتكم تفاصيل عن إطلالة البلكونة، تعالوا نكمل تفاصيل باقي الشقة. خلصنا من البلكونة، تعالوا نشوف تفاصيل باقي الشقة. شرحنا الصالة، دحين نشوف منطقة الكوريدور. لو تلاحظوا منطقة الكوريدور، الإنارات اللي موجودة في الأسفل وفي الأعلى كلها إنارات جاي سنسور يشتغل مع الحركة. لو تلاحظوا يميناً عندنا هنا منطقة خاصة بغرفة الغسيل، مكان خاص بالغسالة، وفوقها أيضاً دواليب مخصصة مع أرفف للغسيل. بجوارها عندنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة هذه. لو تلاحظوا أنه دورة مياه ديكورها راقي، الأدوات الصحية، وعندنا منطقة المروش جاية بطريقة أنه مروش وحمام تركي في نفس الوقت، الدش جاي، السقف، حتى لو تلاحظوا المغسلة بطريقة جمالية أكثر. مقابل دورة المياه الرئيسية عندنا غرفة النوم الرئيسية، توزيع الشقة هذه جاية غير توزيع باقي الشقق اللي كنا بنصورها في العادة، إنه غرفة النوم الرئيسية بتكون في الداخل. بنشرح لكم الماستر الآن وبعدين نتوجه للغرفتين الآخرين. غرفة النوم الرئيسية، تعالوا شوفوا جمالية هذه الغرفة. المنطقة هذه منطقة خاصة بالسرير، ورق جدران راقي لو تلاحظوا، إنارات ليد مخفية، عندنا المفاتيح، لوحة المفاتيح، ديكورات سقفية، حتى لو تلاحظوا عندنا هنا منطقة الدريسنج روم راكب فيه الأرفف، الأدراج نوعية المكابح. المنطقة هذه منطقة الدريسنج روم تعتبر منطقة واسعة أيضا، ومنها إلى دورة المياه الرئيسية التابعة لغرفة الماستر. شوفوا مساحتها، مساحتها جيدة، ما نقدر نقول أنها صغيرة جدا، تعتبر منطقة وسط لدورة المياه الخاصة بغرفة الماستر. الشبابيك اللي موجودة في الشقة ككل لها، لو تلاحظوا موجود الأباجور اللي هو يكون حماية، يوم الواحد يكون برا شقته فيكون حماية أنه من السرقة أو من الأمور هذه كلها. الغرفة هذه لها بلكونة خاصة فيها، البلكونة هذه إطلالتها جاية إطلالة الحديقة الجانبية للبلكونة هذه. الشبابيك الباقية أو النوافذ الباقية كلها لها نفس النظام الأباجور اللي هو الحماية. نشوف الغرفة رقم 2،
الغرفة رقم 2 مساحتها برضو ممتازة، نقدر نقول انه نقدر نحط فيها سريرين بالإضافة إلى الدواليب، يعني نقول انها غرفة أولاد وطلالتها جاية على الجهة الجانبية للحديقة، ممتازة جدا. نيجي هنا على غرفة رقم 3، الغرفة الثالثة كمان مساحتها جيدة، تقريبا جاية 3.5 × 4 مساحتها، وبرضو يسع إلى سريرين مع الدولاب تبعها أو ملحقاتها. يعني كشقة مساحتها بهذه المساحة 193 متر مربع في هذا المجمع الراقي وفي منطقة بشيرلي الراقية، يعني شيء مميز ورائع جدا. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن هذا المجمع وهذا المشروع، أرجو يكون نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو يكون المحتوى أعجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.